في أزقة المدن التاريخية وقبل وقت كاف من موعد السحور تنطلق الأدعية والتواشيح من حناجر قارعي الطبول المعروفين باسم المسحراتية لتذكير السكان بالاستعداد للصيام في حارة القرم وحواري أخرى في القدس القديمة. صلى على النبي العدنان. من عاداتنا وتقاليدنا أنه يعني ننزل نصحر، من أجدادنا زمان كانوا ينزلوا يصحروا بالبلدة القديمة، واحنا يعني هاي هوايتنا، يعني احنا بنحب ننزل نسحر الناس عشان يقوموا على سحورهم دائما الصبح، ننزل على صلاه الفجر، هم بينبسطوا، مرات بنشوفهم على الشبابيك بيطلعوا علينا، بينبسطوا لنا وبننبسط لهم واحنا صغار، والله لي 5 سنين يعني بسحر، وانا حابب هاي الشغله يعني، وحابب انه افيق الناس ويكونوا يطلعوا علينا ويطلعوا. بزي فلسطيني أصيل وعبارات تراثية من عبق التاريخ يبدأ المسحرات نشاطه لإيقاظ المقدسيين متجولاً في أحيائها وشوارعها وأزقتها صادحاً بالموشحات والأناشيد الدينية مع وقع قرع الطبول كظاهرة موجودة عبر العصر الإسلامي ومختلفة عنها في المناطق والمدن الفلسطينية الأخرى بسبب الاحتلال ومطاردتهم واعتقالهم. في خطر كبير لما تكون نازل انت ولابس اشياء هي بتضايق هذا العدو وهذا الاحتلال، بيكون في عليك خطر انهم يهجموا عليك، ياخذوا منك الطبله يصادروها بحجه انها هي بتزعج، في مجال ياخذوك انت عشان يضل التراث موجود من الصغار للكبار للجيل الجاي وللجيل اللي بعد الجاي، وتضل موجود عرقتنا وأصلتنا وأنه هذه البلد إلنا والأرض هي. يقود المسحرات في القدس نوعاً من أنواع المقاومة الشعبية امتداداً لإرث مملوكي بدأته العاصمة وسط حلي وزينة تلبسها المدينة كعروس لاستقبال الشهر الفضيل. صوت يمزق عتمات الليل ويخترق ظلمته فتسمع أناشيد في مدينة تحمل طابعاً خاصة اعتاد سكانها على سماع مدائح نبيهم فيها، فيصر مسحرات القدس في المحافظة على هذا الإرث المحفوف بمخاطر الاحتلال وملاحقته لهم. من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، هنا القاهرة عاصمة الخبر.